بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قلب العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. تكلمنا في المرات السابقة عن الخوف والرجاء، جناحان للقلب يحفزانه ويسوقانه في السير إلى الله تبارك وتعالى، يجعلان له من أنواع الترغيب والرجاء ما تهون عليه به المصاعب، ومن أنواع الترهيب والخوف ما يخاف من اقتحام المهالك. وأما المحبة فهي رأس ذلك كله. يقول ابن القيم رحمه الله في شأنها: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، بروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، هي روح الإيمان والأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، هي مطايا القوم التي مصراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، وحالهم كحال هذا الذي قال: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون، ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فضارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا يعني عرض شيق من الإمام ابن القيم رحمه الله لموقع عبادة المحبة في القلب وأثرها في تقريب العباد إلى الله تبارك وتعالى، وأن سلعة الله عز وجل غالية، وأن سلعته الجنة يعطيها لمن خلصت عبادته لله تبارك وتعالى. وقلب العبادة هي محبة الله تبارك وتعالى. عرض الله عز وجل هذه السلعة على العباد، الجميع يريدها ولكن قل من يدفع ثمنها، وقل من يجاهد نفسه وهواه فيدفع الثمن في الدنيا، فيكون من هؤلاء الذين هم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول: ولما كثر المدعون للمحبة
طلبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود. أو أن كل إنسان إذا سألت أي أحد في الدنيا هل يحب الله، فستجد أن الجميع يجزم بأنه يحب الله، حتى هؤلاء الزنادقة والمنافقون، وحتى هؤلاء الفساق. وللأسف صار شهر رمضان في عرف هؤلاء القوم شهر الحوارات الرمضانية، من يأتون بهم يحاورونهم ويعرضون قصص حياتهم على الناس، الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، بحيث يخرج الناس من تمثيل إلى تمثيل أفدح. يعني إذا كان يعرض فيلم أو مسلسل فالناس يعرفون أنه تمثيل، فإذا جاء الممثل في حوار من المفترض أنه يتكلم كلاما حقيقيا، ولكن هؤلاء اعتادوا الكذب، لا يمكن أن يصدقون أبدا. فتجد الراقصة والمغنية وكلهم إذا سئلوا يقولون أن يعني بينهم وبين الله عمر، لا يعرف أحد من الخلق عمر، لا يمكن أن يتصور، ولا ندري يعني متى يكون في أوقات حياتهم يكون ذلك العمر، وهم قطاع طريق على الله تبارك وتعالى. القاذورات تعرض على الناس والجميع لا يحبط الله تبارك وتعالى. فلو أن أعطي كل أحد بدعوة لصار هؤلاء الممثلون هم أولياء الله الصالحين، هم أكثر الناس قدرة على الكذب وادعاء المحبة لله التي ليس بعدها محبة. ولكن أين عملهم وأين سلوكهم؟ من يقول ابن القيم رحمه الله: وأما كثر المدعون للمحبة طلبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه القضية، من كان يحب الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقدم على هوى نفسه، أن يعرف محل الله يعرفها مما جاء به ربه صلى الله عليه وسلم. فالاتباع هو أصدق علامة على محبة الله تبارك وتعالى، وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هي من أصدق علامات محبة الله تبارك وتعالى. لأن أنت تجد أهل الدنيا وأهل محبة الدنيا، كيف أن الواحد منهم يتغنى بحبوب المحبوب محبوب، فمن أحب شيء أحب أجله لا ما يرتبط به، ومن أحب الله تبارك وتعالى أحب فيه وأبغض فيه. القضية ذات طرف واحد، القضية لها طرفان، أوفق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يستحيل أن يكون إنسان يحب الله عز وجل ثم هو يحب من يسبون الله عز وجل ومن ينسبون إلى الله الصاحبة والولد. يستحيل أن يوجد إنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يحب الذي يبونه، لا نقول الذين يسبونه ويشتمونه، فهذه أمر في غاية الوضوح، ولكن مجرد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يجعل قلب المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلئ ببغض الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن أن يوجد في قلبك محبة لمن كان في أدنى شيء؟ إذا قلت كذا يقول كذبت، فكيف بمن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف من يكذب في شيء؟ من كان فيه كاذبا فهو أحقر الخلق عند الله، ليس مجرد أنك تقول فحدث كذا فيقول لك الأخذبت، يعني الأمر قد يدور بين وهم أو اختلاط أو غير ذلك مما لا يشين صاحبه شينا كبيرا. وأما الذي يدعي الرسالة أنه متى كان كذبا كان أكذب الأكذبين. ولذا عادة ما يعني يقول لما ابن القيم والله في الاستدلال على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بمحض سيرته، يقول إنه لا يختلط عند العقلاء حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين، ومدعي النبوة لا يخرج عن أحد هذين الحالين. لا يمكن إنسان يأتي يقول أنه رسول من عند الله ويخطط، لأنه طالما ادعى النبوة إما أن يكون صادقا فهو من خيرة الخلق وصفتهم، إما أن يكون كاذبا فهو أحقر الخلق مطلقا. هل يمكن أن يشتبه حالها بهؤلاء؟ من أعرف الفرق فلينظر إلى حال النبي
صلى الله عليه وسلم وسيرته، وإلى حال المسيلمة وغيره، وإلى حال بولس وغيره ممن حرفوا دين الله تبارك وتعالى أو كذبوا على الله تبارك وتعالى. إذن فلا تصدق المحبة إلا بعلامات، بمعنى هذه أمور تلقائية لا تحتاج إلى إيجاد، إذا وجدت المحبة وجدت هذه الأمور. والعكس بالعكس، إذا لم توجد هذه الأمور فليتهم الإنسان محبته لله وليعود إليها يصلحها ويطلب أسبابها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك تعالى. فمتى قويت المحبة في قلبي سيجد نفسه تلقائيا من هؤلاء الذين هم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وسيجد نفسه تلقائيا من هؤلاء الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقبل دعوة المحبة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا مزيد من إثبات المحبة، ليس فقط أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي فيصلون، كيف كان يصوم فيصومون، هذا كله من الاتباع الواجب، ولكن ها هنا أهواء وشهوات في النفس متمكنة منها. إذا عظمت المحبة سهل على العبد أن يفلت من قيود هذه الأهواء. حب المال وحب النفس من أشد هذه الشهوات، ولذا كان من أشد علامات المحبة لله تبارك وتعالى أنه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من أشد علامات المحبة لله عز وجل الإنفاق في سبيل الله، ليس مجرد الابتلاء عن كسب الحرام، هذه درجة من درجات المحبة بلا شك، ولا يطيقها إلا من كان في قلبه محبة لله عز وجل. لكن أشد منها من اكتسب مالا حلالا وحازه وعده في ملكه وصار متكثرا به مستندا عليه، ثم قيل له أخرج منه فأخرج القدر الواجب، هذه درجة من درجات المحبة. ثم كلما زاد كلما كان هذا علامة على أن هناك دافع أكبر من حب المال، وحب المال موجود عند الخلق، وإنه لحب الخير لشديد، والخير هاهنا المال. فإذا طالما أنه أخرج المال الذي معه رغم حب الإنسان عموما للمال، فلا بد أن هناك محبة أعلى هي التي دفعته ليخرج ذلك المال. فإذا جاد بنفسه أو بماله أو جاد بصحبته وعشيرته يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإن من أشد شهوات النفس أنها تحب أن تكون على عادة قومها، لا تخالف مألوفهم ولا تتعرض لنقدهم ولا توبيخهم. فمن خالف مألوف قومه إذا كان مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى وتحمل أن يسير وحده في الدرب أو أن يسير حتى وإن كان وحده، فإن هناك من يكرمه الله تبارك وتعالى فيجد على الخير أعوانا، وهناك من لا يجد، ولكن المحب لا يفرق معه هذا الأمر، فإنه ولو كان وحده لا يخاف في الله لومة لائم لكمال محبته لله عز وجل. فهذه من أعظم بينات المحبة وعلاماتها أن يكون العبد ممن يبذل نفسه وماله ووقته وصحبته وعشيرته ولا يخاف في الله لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين، عندهم محبة ناقصة، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عند هذه المحكات تأخروا، فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفض الثمن وجللة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا،
فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار. فلما تم العقد وسلموا المبيع سلموا أنفسهم لله بأن وضعوها حيث أمر الله. قيل لهم: منذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضل. وهذا في النفوس وفي الأموال وفي غيرها يردها الله عز وجل على من بذلها محبة له أوفر مكان. لكن هذا الرد لا يراه كل الخلق، وإلا لبذل جميع الخلق، فأين الفتنة والابتلاء؟ إنما يراه من عاين ومن جرب ومن بذل لله عز وجل محبة لله تبارك وتعالى. يقول: فإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه المحبة، هذه المحبة ومنزلتها وفضلها، فحري بكل أحد أن يسعى إلى تكميلها في قلبه وأن يأخذ بأسبابها. هذا ما يدور عليه كلامنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.